سادتي وسادتي، فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى مفتوع الدرجات عمر 3 سنوات، فأكثر تكافؤ من 0 إلى 90 على مسافة السرعة مسافة 1200 متر. هنا البداية مع رقم 10 في هذه اللحظات، تاج نيوم الذي يندفع الآن إلى المرتبة الأولى في هذه اللحظات. المطاردة تأتي الآن من الداخل الآن لرقم 5 أمر اللوغولد، وكذلك لرقم 2 في هذه اللحظات لاين أوف ديبيرتر لاستبل الشاطري. هناك أيضا رقم 11 الذي يدخل على الخط بشوات للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح الذي يتقدم الآن بقيادة ريكاردو فيريرا في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير. هنا التقدم يأتي للاين أوف ديبيرتر في المرتبة الأولى، وبشوات يطارد من الداخل الآن رقم 5 أمريل جولدز الذي يحاول أيضا عدم التنازل. هناك أيضا تاج نيوم الذي يأتي في هذه اللحظات لأبناء في حنب فيصل منديل مع أليكسيس مورينو يتقدم بكل قوة. هنا أيضا تبارك الخالق الذي يتقدم من الداخل الآن تبارك الخالق، وتاج نيوم المنافسة الشرسة بين الثنائي تبارك الخالق يتقدم الآن بكل قوة. تاج نيوم يحاول في هذه اللحظات على خط النهاية تبارك الخالق لسيف فهد ناصر الخنين مع عبد الإله الحصين. ما شاء الله تبارك الله، مستوى مميز لتبارك الخالق بكل قوة ما شاء الله تبارك الله في هذه اللحظات، مستوى مميز لتبارك الخالق لسيف